السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في القناة الطبية. وهنتكلم النهاردة عن دواء جديد من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، فوزيكس أكروس لعلاج ارتفاع ضغط الدم. يحتوي العقار على المادة الفاعلة فروسياميد، والتي تنضم إلى مجموعة مضادات البول، والتي تستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع، حيث أنها تعمل على منع إعادة امتصاص الصوديوم والكلوريد من الكلى وتساعد على إخراجه من الجسم. ولذلك يقوم دواء فوزيكس في علاج ضغط الدم المرتفع وعلاج قصور القلب الاحتقاني. دواء استعمال الدواء يستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع، كما يقوم بعلاج قصور القلب الاحتقاني، بالإضافة إلى أنه يعالج حالات القلب والرئتين. يعالج الدواء الأمراض المتعلقة بالكبد والكلى، كما يعمل على توسيع الأوعية الدموية، بالإضافة إلى التخلص من الماء الزائد في الجسم. الجرعة وطريقة استعمال الدواء: الجرعة المعتادة للبالغين هي من 20 ل 80 ميلي جرام، مقسمة إلى جرعات على مدار اليوم، ويمكن زيادة الجرعة إلى 2 ميلي جرام كحد أقصى عند وجود خلل في وظائف الكلى. الجرعة المعتادة للأطفال هي من 1 ل 3 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل، مقسمة إلى جرعات على مدار اليوم. الآثار الجانبية لدواء فوزيكس أكروس: أحيانا يسبب الدواء اضطرابات في الكلى، كما يمكن أن يسبب عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى شعور بالغثيان وكذلك حدوث طنين في الأذن. من المحتمل أن يكون هناك اضطرابات في الأمعاء، كما يمكن أن يحدث حكة وإحمرار في الجلد، بالإضافة إلى طفح جلدي، وقد يحدث أحيانا نقص مغنيسيوم في الجسم، كما يمكن أن يسبب التهاب الأوعية الدموية، بالإضافة إلى السكتات الدماغية. قد يسبب العلاج ضعف وتشنج العضلات، كما يمكن أن يحدث جفاف في الفم، بالإضافة إلى شعور بالإسهال وكذلك التهاب البنكرياس. من المحتمل أن يحدث انخفاض في ضغط الدم، كما يمكن أن يسبب النقرس، بالإضافة إلى شعور بالصداع وفقدان التركيز. موانع استعمال الدواء: يمنع تناول الدواء للمرضى الذين يعانون من فرط الحساسية لإحدى مكونات الدواء أو أي مكون آخر من مكونات الدواء الأخرى. يحظر تناول الدواء لمن يعاني من تضخم البروستاتا، كما لا يمكن استخدام الدواء في المرضى الذين يعانون من انخفاض حاد في مستوى الصوديوم. عدم استخدام الدواء للمرضى الذين يعانون من غيبوبة كبدية. يمنع تناول الدواء في حالة الحمل، مما يؤدي إلى خطورة على الطفل، وكذلك لا يمكن تناول الدواء في حالة الرضاعة الطبيعية، لأن الدواء يمر في حليب الأم، ولذلك لازم استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام الدواء في حالة الحمل والرضاعة. أتمنى الفيديو يكون قد نال إعجابكم، بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك.